وقبل ما نبدأ حلقتنا ونتكلم عن الكتب النفسية ونستقبل ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، هنتقابل دلوقتي من خلال زوم مع الكاتبة وصانعة المحتوى الأستاذة آلاء توفيق، وهي كمان شغالة على فكرة في مجال النشر، وهنتكلم معاها النهاردة عن إزاي لو كاتب بيستعد إنه ينشر كتابه لأول مرة إزاي يختار دور النشر المناسبة اللي تقدر تساعده على نشر كتابه بشكل كويس، خاصة إن في كتاب كتير بالفعل دلوقتي بيحضروا لنشر كتابهم وبيجهزوا طبعا لمعرض الكتاب القادم إن شاء الله. أهلا بيكي أستاذة آلاء. أهلا بيكي، منورانا. نورت مرسي. الحقيقة أنه طبعا موضوع مهم جدا أن احنا نقدر ننصح كل كاتب شاب، خاصة لو لسه بيبتدي عمله أو لسه بيبتدي أنه يتعاون مع دور نشر، إزاي يقدر يختار أحسن دور نشر من وجهة نظرك المناسبة لطبيعة العمل اللي بيقدمه. أوكي، خليني أقول شوية حاجات أساسية. أول خطوة في إن أي حد عايز ينشر يختار دور نشر مناسبة إن هو يكون فاهم سياسة دار النشر دي إيه. فخليني أقول على سبيل المثال، لو أنا بكتب شعر، مش كل دور النشر بتنشر شعر، أنا محتاجة أبقى عارفة دور النشر اللي أنا بتارجتها أو اللي أنا مستهدفاها إن ينشر معاها سياسة نشرها بتتوافق مع اللي أنا عايزة أنشره مبدئيا أو لأ. دي أول نقطة. تاني نقطة، لازم أكون عارفة هو أنا عايزة دار نشر ولا دار نشر وتوزيع. في دور بتنشر وبتديكي العمل أنت توزعيه، تديكي عدد من النسخ أنت تتصرفي فيهم، وفي دور تانية لا، هي بتوزع العمل بتاعك ده على المكتبات سواء محافظات أو حتى بره مصر أو أيا كان حسب سياسة كل دار. فلازم تكوني أنت الأول عارفة أنت عايزة إيه. تالت حاجة، تكوني فاهمة سياسة الدار، لأن مثلا في دور نشر بترفض إن هي تنشر لحد ما نشرش قبل كده مثلا، فلو ما نشرتيش مش هيكون ده احسن اختيار ليكي. رابع حاجه، سياسه الدار، هل العمل اللي انت كاتباه لايق على الحاجات اللي الدار دي كتبتها قبل كده فيكونوا هم حابين يتعاملوا معاكي، ولا هي مثلا متخصصه في نشر مثلا اعمال علميه وانت كاتبه حاجه ادبيه بحته فتبقوا قوي مش لايقين مع بعض، او هم بيستهدفوا حاجات ثقافيه تاريخيه وانت كاتبه حاجه دراميه جدا. فنحاول نختار أكتر دار نشر لايقة مع اللي احنا كاتبينه، بالظبط بالظبط، واحنا الحقيقة فالتعامل يكون أحسن بالفعل